بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة استكمالا للسكشن اللي فات هناخد سكشن في ميكانيكس 2. المرة اللي فاتت خدنا الحركة على الستريت لاين، يعني الحركة على الخط المستقيم. إن شاء الله النهاردة هناخد الحركة على منحنى اللي هي كيرف لينير موشن. أول حاجة عشان أقول حركة على منحنى لازم أنسى محاور الإكس والواي. بيبقى عندي محورين تانيين، محور اسمه تانجنت اكسس ونورمال اكسس. طب قبل ما نعرف المحور المماسي والمحور العمودي عاوزين نعرف انواع العجله، يعني العجله اللي هناك كانت ايه اكس وايه واي. هنا انواع العجله عندي حاجه اسمها الاي تي اللي هي التانجنت اكسيليشن والاي ان اللي هي النورمال اكسيليشن. طب ايه هي التانجنت اكسيليشن؟ اللي هي العجله المماسيه. طب عباره عن ايه؟ اول حاجه برمز لها بالاي تي زي ما قلنا. هي عباره عن ايه؟ اللي هي زيها زي العجله العاديه بالظبط، اللي هي يا دي في على دي تي يا في دي في على الايه؟ على الدي اس. فالاي تي زيها زي العجله اللي انا ايه؟ اللي انا عارفها، اللي هي معدل تغير السرعه بالنسبه لايه؟ للزمن. لو قال لي السرعه ثابته يبقى الاي تي بكام؟ بزيرو. طب ايه هي النورمال اكسيليشن الاي ان؟ قال لي الاي ان دي هي عباره عن في تربيع على الرو. الرو ده اللي هو ايه؟ احنا قلنا حركه على منحنى، فالرو ده اللي هو نص قطر المنحنى. يعني لو الحركه في مسار دائري سيركلر باس يبقى الرو ده هو الار اللي هو نص قطر الايه؟ الدايره. وعندي طبعا الماجنتيود بتاع الاكسيليشن اللي هي توتال اكسيليشن زي ما احنا عارفين، هي عباره عن الجذر التربيعي الاي تي سكوير زائد الاي ان ايه؟ سكوير. طيب عاوزين نعرف بقى نرسم ازاي المحور المماسي ونرسم ازاي المحور الايه؟ العمودي. هنشوف سوا. اول حاجه احنا هناك كنا بناخد السمشن اف اكس بام اي اكس والسمشن اف واي بام اي واي. هنا السمشن اف تي بام اي تي والسمشن اف ان بام اي ان، والاي تي والاي ان احنا عرفناهم اللي هي العجله المماسيه والعجله الايه؟ العموديه. طيب لو انا عندي ده كيرف كده منحنى وجسمي بيتحرك عليه، برسم محور مماسي للكيرف وده بسميه تانجنت اكسس اللي هو زي الاكس عندنا، ومحور عمودي عليه وبسميه النورمال ايه؟ اكسس. باقي لي اعرف فين الاتجاه الموجب وفين الاتجاه الايه؟ السالب. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا ان الحركه دايما هتبقى على محور التانجنت. فعلى حسب اتجاه الحركه، لو اتجاه الحركه مثلا لفوق زي اللي مرسوم كده يبقى التانجنت اكسس اللي فوق هيبقى موجب واللي تحت هيبقى ايه؟ سالب. طب بالنسبه للنورمال، قال لي النورمال بالنسبه له اللي جوه الكيرف دايما الستاندرد بتاعه اللي جوه الكيرف موجب واللي بره الكيرف ايه؟ سالب. طيب نشوف امثله. نشوف امثله. اول بروبلم عندي جايب لي عربيه بتحرك في سيركل باص، مديني نص القطر بتاع السيركل باص ده 50 متر، يبقى الرو او الار عندي مديها لي بكام؟ ب 50 متر. وقال لي السبيد الفي نود مديها لي ب 4 متر على الايه؟ على الثانيه. واداني الاس نود بزيرو. قال لي السبيد از انكريزد، يعني المعدل الزياده في السرعه بالمعادله دي الفي دوت ب 5% اس. الفي دوت دي ليها احتمالين، يا اما دي في على دي تي يا اما دي في على دي اس. بما انها 5% اس يبقى الفي دوت دي اللي هي دي في على الايه؟ على الدي اس. طالب مني ايه؟ احسب لي السبيد والماجنتيود بتاع الاكسيليشن عند الاس بكام؟ ب 10 متر. يبقى عاوز الفي والاي عند الاس بكام؟ ب 10 متر. اول حاجه هحلها هقول له زي ما قلنا الفي دوت دي عباره عن دي في على الايه؟ على الدي اس اللي هي 5% اس. يبقى اعرف اجيب معادله الفي باللي انا هكامل. هقول له الفي هو عباره عن تكامل 5% اس دي اس اللي هو 25 من 1000 اس تربيع زائد الثابت. طب هتجيب الثابت منين؟ قلنا من الشروط الابتدائيه. الفي نوت كانت ب 4 والاس كانت بصفر، يبقى الثابت هيطلع بكام؟ ب 4. يبقى معادله الفي الفيلوستي هتبقى بايه؟ 25 من 1000 اس تربيع زائد 4. طيب هو عاوز السبيد عند الاس بكام؟ ب 10. يبقى هشيل كل اس احط مكانها 10، هلاقي ان الفيلوستي طلعت بايه؟ 6.5 متر بير سكند. تمام؟ دي اول حاجه. تاني مطلوب التوتال اكسيليشن. عشان اجيب التوتال اكسيليشن او الماجنتيود بتاع الاكسيليشن لازم يكون عندي الاي تي والاي والاي ان. فهبدا ان انا اجيب الاي تي. الاي تي كان القانون بتاعها ايه؟ يا دي في على دي تي يا في دي في على دي اس. طبعا انا هعوض هنا بفي دي في على دي اس. الدي في على دي اس هو مديها لي بكام؟ ب 5% اس في الفي. طب هو عاوز عند الاس بكام؟ عند الاس ب 10. يبقى هشيل كل اس واحط مكانها 10، تبقى 5% في 10. والفي عند الاس ب 10 كانت ب 6.5، هتبقى ب 6.5. هلاقي الـ AT بـ 3.25 متر بير سكند سكوير. طب والـ AN القانون بتاعها V تربيع على الرو.
الفي عند الاس ب 10 كانت بكام؟ ب 6 ونص كل تربيع، والرو اللي هو الارم ده لك بكام؟ ب 50، تطلع 845 من 1000 متر بير سكند سكوير. يبقى الاي بقى التوتال او الماجنتيود اوف اي هو جذر الاي تانجنت سكوير زائد الاي نورمال اي سكوير اللي انا جبتهم، هتطلع لي 3 و4 من 10 تقريبا متر بير سكند ايه سكوير. دي اول بروبلم. نيجي لتاني بروبلم اللي هي مساله البندول. جايب لي بندول، طبعا البندول ده بيتحرك في مسار دائري دايما يا شباب زي ما احنا عارفين، واداني 3 حاجات في المساله دي. قال لي ان الشد، طبعا البندول ده بيبقى عندي بيبقى فيه شد في الحبل، مقدار الشد اللي في الحبل قال لي هو مرتين ونص الوزن، يعني 2.5 ايه دبليو، وقال لي السيتا ب 30، وقال لي طول الحبل ب 2 متر. طب هو عاوز مني ايه؟ احسب لي الاكسيليشن، اللي هي زي ما قلنا الاكسيليشن بدل ما نقول اوف اكسيليشن يعوز الايه؟ الاي تي والاي ان تحت السكوير ايه؟ روت. طب يعني لازم اجيب الاي تي ولازم اجيب الايه؟ الاي ان. اول حاجه هعملها في الرسمه في المساله اللي انا ايه؟ هرسم. طيب انا عندي البندول اهو، هرسم المسار اللي هو ماشي عليه، المسار الدائري، وعندي محور الممسي والعمودي اللي هو دايما اللي هو هيبقى عنده الايه؟ الشد، لان الشد دايما عمودي على المحور الايه؟ اللي بيمشي عليه البندول، فهيبقى ده النورمال ايه؟ اكسس. طيب ايه القوه المؤثره عندي في البندول؟ اول حاجه البندول بيتحرك في الهواء، هو ما قاليش اللي فيه مقاومه هواء، فخلاص القوه المؤثره هو مقدار الشد اللي في الحبل اللي هو التي اللي هو التنشن، ومقدار وزن الكوره اللي هو بينزل دايما راسيا لايه؟ لاسفل. يبقى عندي التي اللي هو الشد اللي في الحبل، وعندي الوزن اللي هو بينزل راسي لايه؟ لاسفل. طيب هو الوزن مش هلاقيه لا على التانجنت ولا على النورمال، فمحتاج احلله. هو مديني الثيتا اللي فوق بكام؟ ب 30، اللي هي نفسها اللي تحت ب 30 بالتناظر، فهالدبليو هتتحلل على النورمال، القريب هياخد كوزين 30 والبعيد هياخد ايه؟ ساين 30. طب فين الموجب والسالب؟ النورمال احنا قلنا جوه الكيرف موجب واللي بره الكيرف ايه؟ سالب. طب التانجنت هو ما قاليش هل البندول رايح او راجع، فانا هفرض الفرض اللي عندي، هنقول مثلا ده اتجاه الحركه، يبقى هنا اللي تحت هو اللي موجب والناحيه الثانيه هو اللي ايه؟ هو اللي سالب. عاوز اوضح اكتر لنفسي، طبعا انا ممكن احلها كده بس عاوز اوضح وارسمها بطريقه بحيث تبقى اوضح. انا ممكن ارسم ده المحور التانجنت والعمودي عليه هو النورمال، ده التانجنت وده النورمال، وطبعا الاتجاهات الموجب والسالب زي ما الاتجاهات اللي انا رسمها فوق، ده الموجب والسالب وده الموجب والسالب، واحط اللي على التانجنت كان ايه؟ ما كانش فيه اللي على النورمال، قصدي هنبدا بالنورمال، كان فيه عندي التي فوق وتحت الدبليو كوزين 30، واللي على التانجنت ما كانش فيه غير الدبليو ساين 30، والناحيه الثانيه ما كانش فيه حاجه. وابدا حل بقى، هبدا اقول له ايه؟ اللي احنا عارفينه السمشن اف تي هي عباره عن ايه؟ ام اي تي. السمشن اف تي هي عباره عن ايه؟ ام اي تي. طيب الاي تي دي اللي هو اللي انا عاوز اجيبها، طب فين القوه اللي على التانجنت اكسس؟ مفيش غير الدبليو ساين 30، يبقى الدبليو ساين 30 هتساوي ام اي تي. هو مش مديني الام، ما هو الدبليو دي عباره عن ايه يا شباب؟ ام في جي، يبقى ام جي ساين 30 بام اي تي، الام من هنا هتروح مع الام من هنا، يبقى الاي تي ب 9.8 في ساين 30 اللي هي 4.9 متر على السكند ايه؟ تربيع. يبقى انا جبت اول حاجه كده الايه؟ التانجنت اكسيليشن. طب بعد كده سمشن اف ان بام اي ان، طب فين القوه اللي على النورمال اكسس؟ التي في الموجب والدبليو كوزين 30 في السالب، يبقى تي ناقص دبليو كوزين 30 بام اي ان. هو قال لك ان الشد 2.5 دبليو، فهشيل التي واحط مكانها 2.5 دبليو ناقص دبليو كوزين 30 بام اي ان. طب الدبليو هنا والدبليو هنا هشيلها واحط مكانها ام جي، عشان اخد الام عامل مشترك اطيرها مع الام اللي جنب الايه؟ اللي جنب الاي ان، فتبقى 2.5 ام جي ناقص ام جي كوزين 30 بيساوي ام اي ان. هناخد الام عامل مشترك زي ما قلنا، وعوض عن الجي ب 9.8، الام من هنا هتروح مع الام من هنا، هلاقي الاي ان طلعت تقريبا ب 16 متر بير سكند ايه؟ سكوير. يبقى عندي الاي بقى المجهول بتاع الايه؟ هي جذر الاي تانجنت تربيع زائد الاي نورمال ايه؟ تربيع، هتطلع تقريبا ب 16.7 متر بير سكند ايه؟ سكوير. وكده احنا فهمنا يعني ايه محور ممسي، يعني ايه محور عمودي، يعني ايه طبعا هو التانجنت اكسس والنورمال اكسس، يعني ايه نورمال اكسيليشن العجله الممسيه، يعني ايه تانجنت اكسيليشن، وبنحلهم بنجيب دول ازاي لوحدهم، وبنعوض ازاي ايه
في المحاول في القانون الثاني لنيوتن اللي هو سميشن اف تي بام اي تي وسميشن اف ان بايه بام اي ان. واشوفكم ان شاء الله على خير. Thank you.